الأهلي بيقترب من العاشرة ويواجه الترجي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم ده. الذهاب هيكون في رادس والعودة هتكون في القاهرة في نهائي مبكر بذكريات رادس للفريقين. فريق باب سويقة الفترة دي أضعف نسبيا من السنين اللي فاتت، رغم كده فاز بالدوري التونسي بفارق 10 نقاط كاملة عن النجم الساحلي، وفي الكاس خرج بعد الهزيمة من النجم الساحلي في دور 32. معين الشعباني المدير الفني للترجي 40 سنة ويتولى مسؤولية تدريب الترجي من 2018، وكان سبق لي العمل كمساعد للعديد من المدربين المخضرمين مثل عمار السويح وفوزي البنزرتي. فاز بالبطورة مرتين ورا بعض من سنتين، الأول على الأهلي والتاني على الوداد، وكان في بعض المطالبات الجماهيرية بتغييره قبل دوري المجموعات بسبب تذبذب الأداء. أبرز لاعب الفريق حمدو الهوني جناح شمال 27 سنة، سجل 4 أهداف وصنع 3 خلال 22 ماتش. أنيس البدري جناح أيمن 30 سنة، سجل 6 أهداف وصنع 3 خلال 25 ماتش. طه ياسين الخنيسي مهاجم 29 سنة، سجل 8 وصنع 2 خلال 30 ماتش، لكنه توقف سنة بسبب تعاطي المنشطات. وأخيرا محمد علي بن رمضان نجم الفريق الموسم ده، لاعب وسط 21 سنة، سجل 10 وصنع 3 خلال 33 ماتش. التشكيل المتوقع للترجي في رسم تكتيكي 4-3-3، فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، على اليمين حمدي النجاس، على الشمال الياس الشتي، قلبين دفاع عبد القادر بدران ومحمد علي اليعقوبي، قدامهم 3 محمد علي بن رمضان ناحية اليمين، وفي النص كوليبالي، وعلى الشمال عبد الرؤوف بن غيث، وفي الهجوم الثلاثي ويليام توجي على اليمين وباسط خالد مهاجم وحمد الهوني جناح شمال. أبرز نقطة قوة للترجي الموسم ده هي محمد علي بن رمضان، بيقدم دور مميز جدا خلال بناء الهجمات للترجي. الترجي إجمالا بيعتمد على تجميع وتحضير اللعب. هدف الترجي في الزمالك الأول مثلا جه بعد 26 تمريرة كاملة. الترجي بيعتمد على تجميع اللعب ناحية الشمال، وبيكون لبن رمضان دور محوري جدا في خلق مساحة لنفسه لاستلام الكورة سواء للتسديد أو لعب الكرات العرضية. سجل في مرمى بلوزداد الهدف الثاني بعد ما بص المدافع الخصم وخلق لنفسه مساحة استلم وسدد في المرمى. نفس الأمر تكرر في مباراة تنجو والسنغالي، خلق لنفسه مساحة استلام ولعب كرة عرضية لباسط خالد وسجل منها هدف. بعدها بدقايق اتكررت نفس الفكرة بالتحضير ناحية الشمال، وجود بن رمضان في مكان مميز لكن وجود الحكم منعه من التسديد. نقطة القوة الثانية للترجي بتكون دايما الاختراق من الطرف ولعب الكورة لورا. الترجي سجل مرتين في رادس قدام الزمالك بنفس الشكل عن طريق توجي وبن رمضان، وفي القاهرة برضو كان بنفس الشكل سجل حمدو الهوني. نفس الأمر اتكرر أمام بلوزداد في الجزائر لكن ما قدرش الترجي يسجلها. النجاس اتوغل من اليمين ولعبها لورا بنفس الطريقة اللي اتكلمنا عليها، ونفس الطريقة برضو اتكررت أمام شبيبة قيروان. آخر نقطة قوة هنتكلم عليها في الترجي هي الكرات العرضية من ناحية الشمال، الياس الشتي وحمدو الهوني. الترجي قدر يسجل اكتر من مره ويصنع كرات خطيره من كرات عرضيه من ناحيه الشمال. الترجي بيجمع اللاعب وبيخترق الخطوط الهوني او شتي مع سرحان بسيط من الظهير الايمن للمنافس، بيقدر الترجي يخترق، ودي نقطه قوه كبيره للترجي خاصه مع احتماليه غياب محمد هاني، فغالبا هيستعين موسيماني برامي ربيعه كظهير ايمن لقفل الناحيه الشمال للترجي. نقاط الضعف. نقطه الضعف الابرز للترجي اساسها خطه لعب الترجي نفسه. الترجي بيعتمد على 4-3-3 وبيعتمد في الاساس على بناء الهجمات عن طريق عبد القادر بدران قلب دفاع شمال الترجي، وبالتالي اذا قدر موسيماني يضغط عليه من البدايه هيمنع نقطه قوه للترجي في بناء اللعب خاصه ناحيه الشمال اللي بيجمعه اللعب عندها. نقطه الضعف الثانيه هي التمركز الدفاعي في الكرات العرضيه. بدران افضل نسبيا من اليعقوبي في التمركز لكن يظل نقطه ضعف كبيره للترجي، بالاضافه للمساحه لورا كوليبالي، لان كوليبالي في الاساس لاعب وسط مساند كان بيلعب بجانب فرانكوم لكن دلوقتي بيلعب ارتكاز متاخر. الترجي استقبل 8 اهداف في دوري ابطال افريقيا بدايه من دوري المجموعات، 7 من الثمانيه كانت من كرات عرضيه سواء كانت كرات عرضيه ارضيه او كرات عرضيه عاليه. نقطه الضعف الاخيره في الترجي هي غياب طه ياسين الخنيسي. الخنيسي مسجل 8 اهداف وصنع 2 الموسم ده رغم انه مش المهاجم الاساسي. المهاجم الاساسي باسط خالد سجل 3 وصنع هدف ومستواه متواضع الى حد كبير. مواجهه صعبه تنتظر الاهلي خاصه بعد نهائي رادس 2018، فمن سيحسم النهائي المبكر.